فستان غل بشرى الليال شوقا إلى رحب الوصال والروح تسري بالخيال والوعد يحلو مع الرسول والوعد يحلو مع الرسول بيض المكارم والخصال زانت بأوصاف الجمال ومع الرسول بخير حال نور البصائر والعقول نور البصائر سبحان والعقول سبحان ربي ذا الجلال إذ زان بالخلق الفعال والشوق في القلب سجال بين الحنايا لا يزول بين الحنايا لا يزول تزدان بالبشرى الليال شوقا إلى رحب الوصال والروح تسري بالخيال والوعد يحلو مع الرسول والوعد يحلو مع الرسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الأكارم أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. أيها الإخوة الأحباب، رحبوا معي بداية بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى قدركم. أكرمكم الله سيدي. أنا سيدي يعني محظوظ جدا بالجلوس بجواركم في هذه الحلقات. وأنا محظوظ أيضا. أكرمكم الله سيدي. سيدي، نتحدث اليوم عن جوده صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث: كان رسول الله جوادا، وكان أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. نعم. فسيدي، جوده صلى الله عليه وسلم وكرمه، هذا الكرم والجود والعطاء، كيف نفهمه؟ لا بد من فهمه في ضوء كلية كبرى في حياة المسلمين، هي العمل الصالح. الآية تقول: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. معنى علة وجودنا الوحيدة في الدنيا العمل الصالح بعد الإيمان بالله واليوم الآخر. العمل الصالح علة وجودنا، لذلك هذا الذي اقترب أجله أو شرف على الموت ماذا يقول؟ ربي ارجعوني لعلي أتابع البناء، لا أنتقل لمنصب أعلى، لا لا، لعلي أعمل صالحا. وكأنه قال بلسان حاله أن علة وجوده كانت العمل الصالح. وسمي العمل صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ما كل عمل يصلح، لا. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، صوابا وافق السنة، فيها نصيب خيري مثلا، هذا بخلاف منهج الله عز وجل. فالعمل الصالح علة وجودنا. فالبطولة أن يعرف الإنسان علة وجوده في وقت مبكر قبل أن تأتيه المنية. العمل الصالح كلمة واسعة جدا. الزوج المحسن لزوجته هذا عمل صالح، الزوجة المطيعة لزوجها عمل صالح، الابن البار بأبيه عمل صالح، البنت المحجبة عمل صالح، الصديق الحميم عمل صالح، التاجر الصدوق عمل صالح، المحامي الذي لا يأخذ دعوة لا يقتنع بها عمل صالح. يعني الطبيب بيقدر يقول له بدك بس حمية فقط، في يعطي مجموعة من الأدوية كثيرة جدا لا يحتاجها. الله يعلم كل شيء. أنت حينما تعلم أن الله يعلم تنضبط، يعلم. أيام بيكون قضية تحتاج إلى بس تصريح فقط، تفوت بدعوة بتنتهي 10 سنوات، في ابتزاز بصير. والله علم الله أكبر ضمان إلى العمل الصالح، يعلم الحقيقة الله عز وجل. في محاماة، في هندسة، يعني في شق بالجدار، أم كان شق طولي ما له قيمة إطلاقا. أما العرضي غير خطأ، في خطأ بالأساس، فبيكون الشق طولي
ممكن بناء ينهار يخوفهم غير الداعي ما بيعرف. فحينما يستغل جهل الإنسان الله يعلم الحقيقة. مرض بده بس حمية فقط في 10 أدوية. مرة أذكر حدثني إنسان أنه أخذ وصفة طبية عرض على إنسان يعني يخاف الله قال له بدك بس أول دواء الأول أنت بحاجة إليه. فلذلك المهنة الراقية هي راقية عند الله كثيرا لكن بالمناسبة لا يستطيع الآخر أن يكشف الخطأ تحتاج إلى مراقبة لله تعالى بدأ مراقبة إلهية. إذن الكرم والجود ينطلق من العمل الصالح يعطي علة وجودنا في الدنيا حجمك عند الله بحجم عملك الصالح ولكل درجات مما عملوا بل علة وجودك العمل الصالح ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا لذلك والعمل الصالح سمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله ومتى يصلح إذا كان خالصا وصوابا خالصا ما ابتغي به وجه الله صوابا وافق السنة. نعم سيدي هم الأنبياء كما تقولون جاءوا الدنيا فأعطوا ولم يأخذوا. نعم الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا يعني هو الحياة عطاء وأخذ. في على رأس الهرم البشري زمرتان الأقوياء والأنبياء. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء عاش الناس لهم والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء ملكوا الرقاب الأنبياء ملكوا القلوب. الأقوياء يمدحون في حضرتهم الأنبياء في غيبتهم والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. والبطولة أن تكون من أتباع الأنبياء. أما الأقوياء أين بطولتهم؟ أي يجمعوا إلى قوتهم من أخلاق الأنبياء. أخلاق الأنبياء. نعم نعم سيدي كما تفضلتم رسول الله كان جوادا وأجود ما يكون في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة الأولى أتوقع تحدثنا كيف ذاق حتى يكون أسوة ذاق الفقر والغنى. في الفقر ذكرتم هل عندكم من شيء؟ قال لا. قالوا لا. قال فإني صائم. لما ذاق الغنى جاءه الأعرابي يسأله لمن هذا الغنم أو الوادي من غنم؟ قال هو لك. قال تهزأ بي؟ قال لا والله هو لك. قال أشهد أنك رسول الله. كما تفضلتم لأنه قدوة هو قدوة الأغنياء والفقراء معا قدوة الأقوياء والضعفاء معا قدوة الأصحاء والمرضى معا لأنه قدوة لكل البشر لا بد من أن يذوق في كل موضوع طرفيه الحادين في السخاء قدوة في الصبر قدوة في العطاء قدوة في المنع قدوة في الحرب قدوة في السلم قدوة في النكسة قدوة في النصر قدوة. يعني حينما فتح مكة أنا بعتقد كحاكم قوي بإمكانه أن ينهي حياته بأكملهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا جود أيضا وكرم. هذا هو الكمال سيدي. الحقيقة الكمال هو الله عز وجل كماله مطلق وكل ما اقتربت منه تزداد كمالا في عفوك وحلمك ورحمتك وإنصافك وموضوعيتك. نعم نعم سيدي أريد أن أسأل عن شيء مهم في موضوع الكرم والجود علاقته بتقريب الناس من الدين. لأن هذا الرجل الذي أخذ الغنم رجع إلى قومه قال أسلموا مع محمد فإنه نعم. يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ما أهمية العطاء والإحسان؟ بيحب المال بيحب المكانة. فهذا الداعية أقول داعية الآن فإذا كان عرف للناس مكانته عرف للغني مكانته أم شجعه على الإنفاق عرف للقوي مكانته شجعه على نصر الضعيف. دعوة فن مو كل عالم داعية داعية خبير نفسي. هذا القوي لما سخروا استخدام قوته لخدمة المؤمنين أعطى عمل صالح والغني لما سخر غناه لإسعاف الفقراء والمساكين أعطى عمل صالح والخبير بموضوع معين لما سخر خبرته لنصرة الضعاف الذين لا يملكون دفع هذا الثمن أعطى عمل صالح. هو الحقيقة أكبر رأس مال للإنسان عمله صالح.
يلقى الله به. وحجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح، ولكل درجات مما عمله، والعمل الصالح علة وجودنا في الدنيا. نعم. إذا يعني عفوا، إذا نعم. واحد أرسل ابنه إلى فرنسا، نعم، لينال الدكتوراه من السوربون، شوف مدينة عملاقة، أكبر مدينة بأوروبا، فيها متاحف، فيها دور سينما، فيها دور لهو، فيها أسواق. هذا الطالب الذي أرسله أبوه لينال الدكتوراه من السوربون، علة وجوده الوحيدة بفرنسا الدراسة. ممكن يدخل لمطعم يأكل، يشتري كتاب، يجلس بحديقة، ممكن. أما علة وجوده الوحيدة، ما قولك بإنسان نسي علة وجوده؟ جاهل. والله عندما يقترب أجله يصيبه ندم يفوق حد التصور، يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. شيء مخيف أن تنسى علة وجودك. والدليل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. إذن الإحسان قبل البيان. أبداً. ملك قلوبهم صلى الله عليه وسلم بجوده وإحسانه. نعم. قبل أن يعلمهم ببيانه. نعم. نعم. وهذا أساس في الجود وفي الكرم. نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا ما تفضل به، وأن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.